الزواج لابد من احسن ظروف. هذا الاطار ولكن في نفس الوقت الليالي ليس هي ستكون عندها دور، يكون عندها فاعليتها. هذا الاطار قرر المجلس السياسي باش يخصص مركزيا للعمالة الجهوية وسائل باش تدير التدمير العالي لتمكينها من وسائل لازمة لتغطية بعض المصاريف وعلى رأسها كراء المطار المركزي، مصاريف تشغيل من يدبر هذا المطار المركزي وبعد الأنشطة الحزبية الحد الأدنى من هذه الأنشطة الحزبية على المستوى الجهوي، على أن تقوم الأمانة الجهوية معتمدة على مصداقيتها وعلى فعالية الجهة بتوفير أو تحصيل ما يمكن تحصيله من الوسائل جهويا كي تقوم بأكبر عدد ممكن من الأنشطة والمبادرات لتقوية الأداء جهويا ولأداء مهامها وفقا لتسقط تحركات الآن راقين من أن يتم كما لا نقص شيء تعلم هو دستور الحمام الجهوية بإشراف المجلس الجهوي بمهنة لأول مرة للعمل هذا المبدأ الثنائية في العمل السياسي وفي نفس الوقت على الأمانة الجهوية السعر الأمانة الداخلية بل نفسه وبحسب الجهات بحسب التواجد ديالنا وعدد البرلمانية اللي عندنا فالبرلمانيين معارفين لهذه الجهة البرلمانية ديال المغرب قايمين بأدوار جد مهمة لتوفير التواجد سواء فعلي مادي معنوي على مستوى بعض الأقاليم وحتى محليا في عدد كبير من المناطق. هذه هي الفلسفة العامة وغادي نتعاون جميعا ان شاء الله في تفوق معقول يكون عندنا أمانات يكون عندنا مقرات ثابتة على مستوى جهوي وعلى مستوى إقليمي وتبقى لي ساعات القدرة ديالنا نمشيو أبعد الهدف ديالنا والطموح ديالنا هو نمشيو إلى أبعد ما نشاء ممكن لأن الهدف ديال في الأصالة والمعاصرة وأنه حزب ديال ماشي ديال مرحلة ديال سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات ولكن ديال حقبة من تاريخ هذا البلد العزيز اللي بها نبنيو مشروع مجتمعي نظن ونعتقد أنه في صلب انتظارات المجتمع ككل وخاصة وبالأخص في صلب ما نتمناه لبناتنا وأبنائنا في المستقبل.